عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوه تقية من أحيا قلبه وأمات نفسه، وجعل الذكرى جلاء لقلبه، فإن لذكر الله أهلا أخذوه من الدنيا بدلا، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عان، يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، أولئك الذين قال عنهم تعالى في محكم كتابه الكريم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جعلنا الله وإياكم من خيرة عباده المتقين الصالحين الذين يخافون يوم الحساب. أيها الأخوة الكرام والأخوات المؤمنات، سبق أن تحدثنا في جمعتين سابقتين من شهر رجب عن الرشد في القرآن الكريم، وتحدثنا في الفقرة الأولى عن الرشد الفردي، وقلنا أن الرشد الفردي هو يتحقق بالارتباط بالله سبحانه والإيمان به واتباع الهادي إلى سواء السبيل، اتباع الرسول والإمام والولي المرشد والناصح. ثالثاً، اتباع سنن العقل التي أودعها الله سبحانه وتعالى فينا. رابعاً، الصبر سواء الصبر على البلاء أو الصبر عن معاصي الله أو الصبر على طاعة الله. خامساً، العلم والمعرفة، أن يكون ذلك الإنسان حتى يكون إنسان رشيد عارف عالم. سادساً، واعياً بأمور زمانه. سابعاً، أن يكون حسن التصرف والتدبير. ثم تحدثنا أيضاً كذلك في الفقرة التي تليها عن المجتمعات السفيهة، وذكرنا أن المجتمع السفيه أو المجتمع غير الرشيد يعمه الجهل ويسوده الفساد الأخلاقي، وينتشر فيه الفساد الاقتصادي، وكذلك طبقية والتمييز والطغيان والظلم والاستكبار والعلو في الأرض. ووعدنا أن نتحدث عن المجتمع الرشيد ومرت بنا مناسبات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي جعلنا أحاديثنا فيها، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بحبل ولايتهم. ما هي صفات المجتمع الرشيد؟ وبماذا تتميز المجتمعات الرشيدة أو الجماعة الصالحة أو الذين آمنوا الذين خاطبهم الله في القرآن الكريم في آياته كثيرة ووجه الخطاب دائما إليهم كجماعة مؤمنة: يا أيها الذين آمنوا. أولا،
المجتمع حتى يكون مجتمعا رشيدا لابد أن يكون مؤمنا بالله إيمانا راسخا مع استقامة في طريق الإيمان، لأن الإيمان هو الالتزام. الإيمان إيمان في القلب وعمل في الجوارح، وكما يقول بعض العلماء: اعتقاد في الجنان وعمل بالأركان وإقرار باللسان. قلبك يعتقد، لسانك يقر، جوارحك تعمل. والله سبحانه وتعالى في جميع الآيات القرآنية لم يفصل الإيمان عن العمل الصالح قط، ولا في آية من الآيات. دائما: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان مقرون بالعمل الصالح دائما. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيمان بعمل، إيمان باستقامة، إيمان والتزام بمقتضى الإيمان. وكأنما أنت حينما تؤمن بالله سبحانه وتعالى هناك بينك وبين الله عقد، عقد العمل الصالح نتيجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما هو ذلك الإيمان؟ هل إيمان قشري؟ وقالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أو إيمان نتيجة ضغط وإرهاب وسرعان ما يتقشع، لأن للأسف الشديد بعض الفتوحات الإسلامية دخلت إلى بعض الدول المسيحية وغيرها ليس بالفكر وليس بالعلم وليس بالعقل وليس بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة صالحة، وإنما دخلوا بقوة الجيوش الغازية. فلما انحسرت تلك القوة عاد أهل تلك الدول إلى ماذا؟ إلى عقيدتهم السابقة. أنت عندما تدعو إلى الله ادعو بالعلم والمعرفة والتقوى والعمل الصالح والفكر الصحيح السليم. أما دخلت جيش جرار كبير قوامه مليون من البشر في بلدة من البلدان وقلت: قولوا لا إله إلا الله وإلا فالسيف على رقابكم، قالوا لا إله إلا الله، أضعفت أنت جيشك، تضعضع وانحسر. هؤلاء الذين آمنوا خوفا ورعبا بيبقوا على دينك؟ إذن الإيمان لا بد أن يكون إيمانا حيا، إيمانا نديا، إيمان عن حب. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. المجتمع الراشد الذي آمن إيمانا بحب، إيمانا نديا راسخا، إيمان بانشداد روحي، عنده إيمان ندي بحب لله سبحانه وتعالى.
ثانيا إيمان بوعي بمبدأ وزينه في قلوبكم، زينه في القلوب، القلوب دائما يعبر بها عن العقول، بالتالي زينه يعني أدركتم بالعقول صلاح ذلك الإيمان وصلاح تلك العقيدة وصدق تلك العقيدة. وأيضا إيمان حينما يكون بحب وحينما يكون بإدراك صلاح تلك العقيدة يكون بالفعل إيمانا رادعا عن المعاصي والذنوب والآثام، ردعا ذاتيا وليس ردع لأني أنا شكلت هنا مثلا فرقة وأعطيتهم هروات وقلت لهم مثلا افرض صلي وصوم وما شابه ذلك، لا، إيمان ذاتي منطلق من عقيدة ذاتية في الذات، هو بنفسه يبادر إلى الصلاة، هو يبادر ويرى راحته في طاعة الله وينصرف عن الذنوب والمعاصي حبا لله. إذن إيمان رادع، ردع ذاتي. ولذا قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الكره يكون في القلوب والله الكره يكون في الجوارح من برا، في الأيدي، في الرجائل، في العيون، لا حبيبي، الكره حالة قلبية، الحب والكره أمران قلبيان. إذن هو من قلبه يكره الكفر، من قلبه يكره الفسوق، من قلبه يكره العصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن هناك إيمان راسخ، استقامة في طريق الإيمان، إيمان ندي، إيمان بحب، إيمان بانشداد روحي نحو الله سبحانه وتعالى، إيمان بواعي، إيمان أيضا كذلك رادع بردع ذاتي. هذه طبيعة الجماعة الصالحة والمجتمع الرشيد، المجتمع المؤمن الصالح. ثانيا التمسك بالشريعة، بالنظام، في نظام، والنظام في الإسلام تمثله الشريعة الغراء، والشريعة الغراء قد بينت أحكام الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، في العبادات والمعاملات وجميع الشؤون التي يحتاجها المسلم في أمور حياته الدينية والدنيوية، في نظام، والتقيد بالنظام، وصلاح الناس بالتقيد بشرع الله الحنيف. يقول علي وما أدراك ما علي، الشريعة صلاح البرية. من أراد أن يوجد مجتمع صالح، برية صالحة، مجتمع مؤمن، فلا بد أن يكون ذلك المجتمع وتلك البرية متقيدة بالنظام الذي هو الشريعة السمحاء الحنيفية. وطبعا متى الناس تخلت عن أحكام الله سبحانه وتعالى؟ سادها الفسق والانحراف، وأصابتها نقمة الله سبحانه وتعالى، وانتشر فيها الجهل. ثالثا
إقامة العدل حتى يصبح مجتمع صالح رشيد لابد أن يقام فيه العدل، يقيم العدل سواء عليه أم على غيره أيضا. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول علي عليه السلام: العدل قوام البرية. المجتمعات قوامها بالعدل، قوامها بقاؤها استمرارها. المجتمع الذي لا يقام فيه العدل يسوده الظلم والجور، مجتمع والعياذ بالله ينتهي إلى الضياع والشتات والتدهور. رأيتم كيف المجتمع العراقي انتهى إليه لما حكمه ذلك الطاغية ومن قبله من الحكام، الطاغية صدام ومن قبله، كيف آل وضعه وتشتت أمره وساده ما ساده. رابعا، إشاعة الأخلاق التي هي روح التشريع، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة. يعني أنا أقيم الشريعة والتي هي الأحكام الشرعية، وأقيم روح التشريع الإسلامي أيضا كذلك، الأخلاق الإسلامية الفاضلة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق النبوية التي امتدح الله سبحانه وتعالى فيها نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. مجتمع يسوده الإحسان، يسوده الكرم، يسوده الصبر، يسوده الشجاعة، يسوده التعاون، يقوم على التعاون فيما بينهم. إن الله يحب المحسنين. مجتمعات تقوم على الأخلاق الفاضلة والرفيعة، دائما التعامل فيها بأخلاق عالية رفيعة، وينبذ الأخلاق الدنيئة، فلا حسد ولا غش ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا 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 ولا. ذلك مجتمع رشيد، الأخلاق تتجسد فيه الأخلاق الفاضلة. ليس مجتمع يقوم على الغش، بهتان، كذب، ظلم، زور، لا. تالي، ولهذا مصيبة المجتمعات الإسلامية اليوم، يذهب بعضنا إلى الغرب يقول: أنا هناك وجدت إسلاماً بلا مسلمين، جئت هنا وجدت مسلمين بلا إسلام، لأنهم تخلوا عن روح الشريعة الإسلامية، بل تخلوا حتى عن أحكام الشرعية، أحكام الشريعة وأخلاق الشريعة. متى تخلوا عنها؟ عندئذ شمله الصغار وساده الجهل والظلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مجتمع محسن، كريم، شجاع، صابر، مصابر، مرابط، متقي، تلك المجتمعات المؤمنة صفاتها طبائعها. تائب إلى الله سبحانه وتعالى عن المعاصي والذنوب والآثام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مو توبة فردية فقط، المجتمع كله تائب. يعني المجتمع حينما يتوب يصير مجتمع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطبق شرع الله وأحكام الله، و يتحلى بالأخلاق الإسلامية الفاضلة.
ذاك مجتمع تائب إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله يسوده الطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خامسا، إطاعة الرسول، إطاعة الله ورسوله، الاستجابة لله ولرسوله ولأولي الأمر الذين اختارهم الله ورسوله فينا، والتسليم إليهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم حياتك، يدعيك إلى حياتك، إلى كرامتك، إلى عزتك، إلى رفعتك، استجيبوا إليه. متى خالفت الأمة رسولها وقادتها الإلهيين الربانيين أصبحت مجتمعات سفيهة. سادسا، نبذ الفساد الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي ضروري في المجتمعات، نبذ الربا والغش والبخس في المكاييل والنجش وغيرها من المعاملات الفاسدة التي نهى عنها الشرع، إقامة نظام اقتصادي عادلا سليما صحيح. يقدمه أهل العلم والخبرة بالاقتصاد الإسلامي الصحيح. في مسألة لطيفة أذكرها على السريع، لاحظوا كيف عن الإمام قدس الله نفسه الزكية في تحرير الوسيلة يذكر هذه المسألة في كتاب الأطعمة والأشربة، وأن يتحدث عن سوق المسلمين، وطبعا وهي إمارات من إمارات الحلية، ذهبت إلى بلد مسلمين يجوز لك أن تأكل في مطاعمهم وبيوتهم من دون أن تسأل، بناء على أنهم من المسلمين وما يبيعونه في حوانيتهم ودكاكينهم، إلا إذا كان مكتوب عليه مستورد من بلاد الكفر فذاك أمر آخر. يقول الإمام بعد أن يتكلم عن حلية ما في أسواق المسلمين ومطاعمهم، يقول: ولا تسأل، بل أن في السؤال إشكال، ما هو نتيجة ذلك الإشكال؟ نتيجة ذلك الإشكال لأنك حينما تسأل ذلك المسلم هل هذا حلال ولا حرام، يعني أنت إنسان غشاش ولا مو غشاش؟ لأن المفترض الفرد في المجتمع المسلم لا يغش إخوانه المسلمين، أليس كذلك؟ فإذا قلت له هذا حلال ولا مو حلال، يعني أنت قاعد تبيع على المسلمين، وشو؟ حرام، يعني قاعد تغشهم، ومن غشنا ليس منا، يعني قاعد تتهمه، تتهمه في دينه، تتهمه في عمله، تتهمه في سلوكه. سؤالك ذاك اتهام، متى سألته اتهمته؟ ولهذا يكون في إشكال، حينما تسأله يعني تتهمه. طيب هو أيضا من الطرف الآخر
ماذا يجب حينما يكون مسلم ويعيش في المجتمع المسلم ويقدم للمسلمين وهو منهم؟ أن يلتزم فلا يغش المسلمين. رسول الله يقول: من غشنا ليس منا. أنا وثقت فيك ودخلت مطعمك وأكلت بناء على أنك مسلم وتقدم لي حلال، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه رجس. طيب قدم لي حلال، بعدين لو يوم أكلتنا وشبعت بطني طلعت بيّن أن هذا الأكل وشو حرام، وش صرت أنت؟ صرت غشاش. أنا وثقت فيك، سلمت أمري إليك. إذن لا هو يغش ولا أنت تتهم. إذن لابد أن يسود المجتمع التناصح والنظام الاقتصادي الصحيح السليم حتى يصبح جماعة صالحة ومجتمع صالح. نبذ الطغيان والظلم مصير إذا الذي يتولى على الناس يطغى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا كانت المجتمعات الإسلامية تعيش حالة من الطغيان والظلم والجبروت فسوف تصبح مجتمعات طبيعة مجتمعات فاسدة غير صالحة. لا بد أيضا كذلك أن يكون المجتمع الصالح الصحيح يستفيد من الإمكانيات. أنت عندك إمكانيات في المجتمعات وفي الدول الإسلامية إمكانيات كبرى، وينبغي بها أن تستفيد من تلك الإمكانيات لارتقائها وتطورها. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد، كيف بكم إذا تكالبت عليكم الأمم من كل حدب وصوب؟ قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ الأمم تسيطر علينا من قلة، احنا عددنا قليل. قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل اللي يمشي فوق السيل هذا الزبد وغيره والطحالب وما شابه ذلك، يجريها السيل، واجد في غثاء يجريه السيل. يعني انتم من انتم اللي تمشوا ماكينة الحياة في العالم اليوم؟ غيركم يمشي ماكينة الحياة وانتم ماذا؟ غثاء. تعال نعرض الطب عند المسلمين وقارن بالطب عند غير المسلمين، التكنولوجيا عند المسلمين والتكنولوجيا عند غير المسلمين، وهلما جرى الاقتصاد وما شابه ذلك، وأيضا العدل والأنظمة الديمقراطية وما شابه ذلك، وما كل شيء قارنه، حتى الرياضة والكورة قارنها اللي عند المسلمين ولا عند غير المسلمين. يا واشنطن تغثى كغثى السيل، يعني ماكينة الحياة ما يحركوها أنتون، يحركها غيركم في كل شيء. ما استفدتم من الإمكانيات. ومجتمعات صغيرة جدا، مثل تعال روح إلى مجتمعات صغيرة جدا جدا، ما أدري إيش اسم هذه، مجتمعات صغيرة جدا مثل سنغافورة وغيرها وما شابه ذلك، كيف استطاعت تبني اقتصاد قوي جدا؟
ونحن دول كبرى يحركنا غيرنا ونحن غثاك غثاء السيل. يقول الإمام علي عليه السلام: قوام الدنيا بأربع: عامل يعمل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني يجود بماله على الفقراء. والجود بالمال طبعا ليس فقط، إنما الإمام علي ذكر صورة جود بالمال، أيضا استثمار المال. واحد غني يعرف أيضا كيف يستثمر المال لينفع به المجتمع. وغني يجود بماله على الفقراء، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه، يصبر إذا صابه الجوع. فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المؤمنين المتقين. ونحن نستقبل شهر رمضان، أسأله أن يجعلنا وإياكم مجتمعا صالحا عاملا بالطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا ولكم الخيرات. وأسأل الله أن يورينا وإياكم المجتمع الرشيد في ظل دولة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، إنه سميع مجيب. ألا وإن أحسن الحديث وأبلغ كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.